النهارده ان شاء الله عندنا اول محاضره. باشمهندس عبد الظاهر، انا لسه قايل اهوت، احنا نقفل المايك لانه بيعمل مشكله في النت للاسف لما كذا واحد بيتكلم في نفس الوقت، بس فاتح الشات، يعني الشات مفتوح قدامي. فاثناء ما احنا شغالين انا هقف كل شويه اقول اللي عنده سؤال يتفضل يسال، انت بتكتب سؤالك على الشات وانا هرد عليك على طول، تمام؟ يعني الشات مفتوح قدامي اللي عايز يكتب اي حاجه. محاضره النهارده ان شاء الله هي المحاضره الاولى عندنا في موضوع الجي بي اس، نظام الرصد العالمي لتحديد المواقع. هنتكلم النهاردة عن هنتكلم النهاردة عن مبادئ الجي بي اس ومكونات نظام الجي بي اس، وبعدين عندنا محاضرتين أو ثلاثة بعد كده هنكمل بقية الكلام عن إزاي بنستخدم الجي بي اس في الموقع وطرق القياس باستخدام الجي بي اس. باشمهندس فاروق، ممكن تقفل تيمز وتفتحه تاني او تعمل ريستارت للجهاز بتاعك، هي دي مشكلة عندك انت مش عندي انا. طيب اول حاجة، انا دلوقتي في سلايد 2. نظام الجي بي اس زي ما احنا كلنا عارفين هو نظام بيستخدم في تحديد احداثيات اي نقطة على سطح الارض بدقة عالية. خليني الاول افكرك يعني ايه احداثيات نقطة. بص على الصورة اللي فوق، احنا الارض عندنا بنقسمها لمجموعة دوائر عرض وخطوط طول. دائرة العرض الرئيسية عندنا اللي هي الاكويتور او خط الاستواء اللي هو دائرة عرض صفر، لما بنتحرك لفوق بنقرب من 90 درجة، يعني صفر واحد اتنين تلاتة وهكذا، وتحت لغاية سالب 90 درجة، او شمال وجنوب، يعني ممكن نقول 30 درجة شمالا او 30 درجة جنوبا. بالنسبة لخطوط الطول، فخط الطول الرئيسي عندنا هو البرايم ميريديان او خط جرينتش، وده خط طول صفر. لما بنتحرك شرقا بنتحرك ناحية 180 درجة، ولما نتحرك غربا نتحرك لغاية سالب 180 درجة، فممكن نقول 30 درجة شرقا و30 درجة غربا مثلا، أو موجب 30 وسالب 30، الموجب يعني شرقا والسالب يعني غربا. بص على الرسمة اللي تحت، معنى كده إن أي نقطة عندنا هي على الأرض هي عبارة عن يمكن تعرفها بخط عرض، بدايرة عرض وخط طول. يعني المثال اللي قدامنا النقطة اللي تحت دي الخضراء هي عبارة عن دايرة عرض 10 وخط طول 70، وبالتالي أحداثياتها 10 نورث و70 ويست. طبعا يعني طبعا صعب جدا أنت تبقى شغال على نقطة في الموقع والنقطة دي تيجي على خط طول وخط عرض رئيسي، ده طبعا مستحيل هي تيجي ما بينهم، وبالتالي هتلاقي القياسات طالعة عندك مثلا 10 درجات 20 دقيقة 15 ثانية شمالا مثلا، 70 درجة غربا 10 دقائق 20 ثانية، يعني هتلاقي في كسور في الزوايا. طبعا جهاز الجي بي اس ممكن يطلع لك الأحداثيات بدوائر عرض وخطوط طول، أو طبعا ممكن يطلعها لك كمان اكس وواي وزد، أي نقطة ممكن تعرفها بسين وصاد وعين، أو اكس وواي وزد، إحداثي أفقي وإحداثي إحداثيات أفقية وإحداثي رأسي اللي هو الارتفاع بتاع النقطة. طبعا احنا بفكرك بس بالكلام ده قبل ما نشتغل. طيب ازاي جهاز الجي بي اس ازاي بيجيب احداثيات، او نظام الجي بي اس بيجيب احداثيات ازاي؟ نظرية عمل الجهاز هي ان احنا عندنا 24 قمر صناعي حوالين الارض متوزعين في 6 مدارات محددة بدقة عالية. في كل لحظة مكان القمر الصناعي في كل مدار بيبقى معروف، وبالتالي كده احداثيات الاقمار الصناعيه دي معروفه. الاقمار الصناعيه دي كده بالنسبه لنا بقت زي نقط معلومه الاحداثيات، نقدر من خلالها نحدد احداثيات اي نقطه مجهوله على سطح الارض باستخدام طريقه اسمها طريقه التقاطع العكسي اللي احنا هنشرحها شويه كمان شويه في اخر المحاضره. يبقى الفكره ان احنا بنستخدم الاحداثيات المعلومه بتاعه الاقمار الصناعيه اللي موجوده حوالين الارض لمعرفه الاحداثيات النقط المجهوله على سطح الارض باستخدام طريقه التقاطع العكسي. طبعا نظام الجي بي اس ده نظام امريكي، وال 24 قمر صناعي دولت دي اقمار صناعيه امريكيه، امريكا اللي بتتحكم فيهم. في نظام تاني اسمه نظام جلوناس له برضه 24 قمر صناعي مستقل لين بيه، وده نظام روسي. وفي نظام الجي ان اس اس، وده نظام اوروبي ليه برضه الاقمار الصناعيه الخاصه بيه. ولو انت مستغرب ان في العدد الضخم من الاقمار الصناعيه دي حوالين الارض، لا، فالارض حواليها دلوقتي اكتر من 11,000 قمر صناعي لاستخدامات مختلفة. طب نكمل. طب ازاي بقى بشتغل بجهاز الجي بي اس؟ بمنتهى البساطة انت بتنزل على النقطة اللي انت عايز تحسب احداثياتها في الارض على سطح الارض، وتنزل معاك جهاز المستقبل او الريسيفر. جهاز الريسيفر ده ممكن يكون
حاجة اسمها هاند هيلد ريسيفر، اللي هو الجهاز اللي هو الراجل ماسكه في ايده ده. ده جهاز بسيط دقته قليلة شوية، هنتكلم عليها كمان شوية. او كمان مثال عليه جهاز، هو جهاز الجي بي اس الموجود عندك في الموبايل. الموبايل بتاعك جواه سنسور جي بي اس، برضو دقته دقة مقبولة، لكن ما بنستخدمهاش في الشغل المساحي بتاعنا. انما جهاز الريسيفر اللي احنا بنستخدمه او جهاز الجي بي اس اللي احنا بنستخدمه هو الجي بي اس ستيشن اللي قدامك على الصورة اللي محطوط على الحامل ده. هو نفس فكرة أجهزة أو نفس استخدامه في الموقع، زي استخدام التدوريد، زي استخدام الميزان. أنت بتنزل على نقطة تنصب الحامل بتاعك وتظبط الأفقية وتظبط التساموت، بعد كده بتركب الجهاز. الجزء الأبيض أو اللي فوق، اللي هو راكب فوق الحامل ده، هو الأنتنة بتاعة الجهاز، والريسيفر نفسه هو اللي راكب على الرجل بتاعة الحامل. طيب بشغله ازاي في الموقع؟ بمنتهى البساطة، انت هنتكلم طبعا عن الكلام ده كمان شوية، بس بمنتهى البساطة انت بتحطه في الموقع وبتشغله وبتسيبه، بس مفيش أبسط من كده. هو بيتصل بالأقمار الصناعية وبتسيبه شغال من نص ساعة لساعة إلا ربع، بيدي لك إحداثيات النقطة. طبعا هنتكلم بالتفصيل دلوقتي. طيب ايه الفكرة؟ الفكرة ان انت النقطة اللي انت بتقف عندها بعد ما تحط عندها الريسيفر ده بيجيب الإشارة من القمر الصناعي، بيستقبل الموجات من القمر الصناعي، وبيحسب المسافة ما بينه وبين القمر الصناعي. ازاي بيحسب المسافة؟ بمنتهى البساطة، المسافة احنا عارفين ان هي بتساوي السرعة في الزمن. السرعة معروفة، اللي هي سرعة الضوء او سرعة الموجة، حوالي 300,000 كيلومتر في الثانية. فبالتالي الريسيفر اللي انت واقف بيه او الجهاز اللي انت واقف بيه بيحسب الزمن اللي الموجة خدته عشان توصل من القمر الصناعي لغاية الريسيفر. بيحسب الزمن بطريقة من اتنين هنقولهم دلوقتي، وعنده سرعة الموجة معروفة وثابتة، بيحسب المسافة ومنها بيجيب الإحداثيات. ده باختصار هي نظرية عمل الجي بي اس، هنفصلها دلوقتي كمان. فطبعا زي ما بنقول، بما إن إحنا محتاجين إن إحنا نحسب الزمن، وبالتالي لازم حساب الزمن يكون حساب دقيق جدا، لأن سرعة الموجة 300,000 كيلومتر في الثانية، وبالتالي لو أنا غلطت في 1 ثانية يبقى أنا غلطت في كام كيلومتر؟ غلطت في 300,000 كيلومتر. عشان كده بنزود كل قمر صناعي ب4 ساعات ذرية عالية الدقة، بتقيس لغاية دقة 10^13 ثانية. طيب في أسئلة لغاية دلوقتي؟ اللي عنده سؤال يكتب على الشات، يعني الشات مفتوح قدامي. الناس متابعة معايا، في أي أسئلة لغاية دلوقتي؟ باشمهندسين، الناس نامت ولا إيه؟ طيب نكمل. طيب يبقى احنا قلنا ان الفكرة بمنتهى البساطة ان الجهاز بيحسب المسافة اللي بينه وبين القمر الصناعي عن طريق حساب الزمن ومعلومية سرعة الضوء، بيقدر يجيب المسافة. طيب سيبك من الكلام الكتير اللي مكتوب وبص على الرسومات اللي تحت بتاعة الأمواج، أفكرك بس بسرعة يعني ايه موجة، ويعني ايه فريكوينسي، ويعني ايه ويف لينث، عشان واحدة بنتكلم تبقى ايه فاهم احنا بنقول ايه. الموجة زي ما انت شايف هي عبارة عن مجموعة من الأطوال الموجية. الطول الموجي هو عبارة عن المسافة ما بين قمتين متتاليتين، زي ما هو واضح قدامك على الرسمة. لو الموجة عندها طول موجي صغير بيبقى ليها حاجة اسمها هاي فريكوينسي أو تردد عالي. لو الموجة عندها طول موجي كبير بيبقى عندها تردد منخفض. وقدامك رسمة تانية فيها ازاي جهاز الجي بي اس بيبعت الموجة إلى الريسيفر. عشان نفهم موضوع الموجة والإشارة أو الموجة والشفرة، فكر بالظبط زي التلفزيون كده أو زي الريسيفر اللي عندك في البيت بتاع الدش. وبمنتهى البساطة إن أنت عندك القمر الصناعي النايل سات مثلا بيبعت موجات. الموجات دي ملهاش دور إن هي بتشيل الإشارة اللي جاية له. الإشارة دي بتاعت القنوات اللي موجودة. الريسيفر بتاعك بيستقبل الموجة، والموجة متحمل عليها الإشارة بتاعت البث التلفزيوني، بيبتدي يفك الموجة دي ويعرض لك الصورة على الشاشة. طيب افرض ان الارسال اتقطع، يعني الموجة جاية بس مفيش مش متحملة بشفرة، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي التلفزيون عندك مديلك ايه اللي هي الصورة الجري في اسود، اللي هي بتتهز، مفيش قناة موجودة. مثال تاني عندك عشان تفهم الموجة والشفرة هو الواي فاي اللي عندك في البيت. انت عندك الراوتر،
وعندك مثلا ماسك الموبايل في ايدك، هتلاقي الموبايل جايب لك سيجنال واي فاي. ايه سيجنال الواي فاي دي؟ الراوتر اللي عندك باعت موجات كهرومغناطيسية مالية الشقة كلها، فالموبايل بتاعك فيه سنسور فلقط السيجنال دي. طيب هل الموجة دي كفاية ان هي تدخلك على النت؟ لا، انت ممكن جدا النت يكون قاطع بس الراوتر شغال منور وشغال وبعت الموجة، والموجة ملقوطة على الموبايل، بس الموبايل بيقول لك ايه؟ نو انترنت، عامل كونكشن مع الراوتر بس مفيش انترنت. يبقى هو ده الفرق ما بين الموجة وبين الشفرة. الموجة هي ما هي إلا وسيلة الجهاز بيبعتها تشيل عليها حاجة اسمها الشفرة. الشفرة دي بقى هي اللي فيها الداتا. ففي حالة النت بيبقى الموجة هي الواي فاي اللي الراوتر عامله، النت هي الداتا أو الشفرة اللي متحملها على الموجة دي. في حالة التلفزيون مثلا أو ريسيفر التلفزيون، فالموجة بتتبعت من القمر الصناعي على الريسيفر متحملة بالشفرة، الشفرة هي بتاعة البث التلفزيوني اللي بتعرضك القنوات بتاعتك. نفس الفكرة بالظبط هي في جهاز الجي بي اس. جهاز الجي بي اس بيبعت موجتين، حاجة اسمها موجة L1 وL2. هتلاقي في الكتاب كل واحدة فيهم ليها طول موجي معين وتردد معين، مش مطلوب منك تحفظه، مطلوب بس تعرف إن القمر الصناعي بيبعت موجة L1 وL2. الموجة لوحدها ملهاش معنى، فلازم يحمل عليها شفرة فيها البيانات اللي هيستخدمها بعد كده في قياس الإحداثيات. الشفرات اللي بيبعتها الجي بي اس حاجة اسمها السي اي كود وحاجة اسمها البي كود. السي اي كود دي ترجمتها بالعربي شفرة رديئة الجودة، بس دي طبعا مش معنى رديئة الجودة ان هي رديئة الجودة ولا حاجة، لأ، هي معناها بس ان هي اقل في الدقة من شفرة البي كود. شفرة السي اي كود بتستقبلها الريسيفرز الهندسية بتاعتنا، بتاعت شغل المساحة العادي بتاعنا، الناس المدنية العاديين بيستخدموها، بيستقبلوها وبيستخدموها في حساب الإحداثيات. شفرة البي كود بتستخدم في التطبيقات العسكرية فقط، وبالتالي شفرة البي كود طبعا دقتها عالية جدا، أعلى بكتير من شفرة من شفرة السي اي كود. لكن ده مش معناه إن شفرة السي اي كود وحشة ولا حاجة، هي بس التسمية إن هي هتلاقي في الكتاب اسمها شفرة رديئة الجودة، ده بس مجرد للتفريق ما بينها وبين البي كود. طيب بنقيس بقى ازاي الزمن وبعد كده بنقيس منه المسافة ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها مدى الشفرة أو فرق طول الموجة الحاملة. وهو معلش هو الجي بي اس طبعا بالإنجليزي، فلما بيترجم عربي بتلاقي مسميات غريبة شوية، فأنت إذا عايز تحفظ المسميات بالإنجليزي وتحل في الامتحان تقول لي قياس مدى الشفرة وقياس فرق طول الموجة الحاملة، ماشي، لو شايف إن أسهل لك تحفظ الأسامي بالإنجليزي فمفيش مشكلة إنك تحل بالإنجليزي في الامتحان. يعني لما أسألك في الامتحان وضح نظرية عمل جهاز الجي بي إس وكيف يتم مثلا قياس المسافة بين الجهاز والريسيفر، لو عايز تجاوب تقول رانجنج كود ديفرنشال وكارير فيز ديفرنشال مفيش مشكلة، سواء عربي أو إنجليزي اللي أنت عايزه. طيب هل في الحتة دي هل فيها مشكلة؟ هل واضح الفرق ما بين الموجة والشفرة؟ قلنا الموجة بالظبط عاملة زي السلك مثلا اللي واصل ما بين الكيبورد والجهاز، هي سلك بس وظيفته ان هو ينقل الداتا. الشفرة هي الداتا بقى اللي بتتحمل على الموجة عشان تتنقل من الجهاز الى الريسيفر بتاعك. والسي اي كود دي شفرة الاستخدام المدني، والبي كود شفرة الاستخدام العسكري. في اسئلة يا جماعة؟ في أسئلة يا باشمهندسين؟ كلام واضح؟ هما تقريبا في 2 أو 3 بس اللي صاحيين والباقي فاتح الجهاز ومش قاعد، صح ولا إيه؟ يعني باشمهندس حمدي حامد معانا، وباشمهندس عبد الرحمن حسن، باشمهندس أحمد السيسي، الناس دي معانا، الناس التانية فين؟ احنا ما تقلقوش يعني احنا مش هنطول، هو جزء الجي بي اس من الأجزاء الجميلة في المنهج، مختلف عن الجزء الأول، يعني أسهل من الجزء الأول، بس الناس دايما بيبقى فيها عندها مشكلة في حتة إن الكتاب فيه كلام كتير شوية، فبيبقى الدنيا بتتوه شوية مع الناس. فاحنا بنحاول ايه ان احنا نبسط لك الدنيا ونلم لك الدنيا بنقط بسيطة، لان لما يجي لك اسئلة نظري في الجزء ده ما تعملش معاك مشكلة في الامتحان. طيب نكمل. يبقى احنا قلنا ان احنا دلوقتي بنشرح طرق قياس المسافة ما بين القمر الصناعي والريسيفر، ودي بتتم عن طريق قياس فرق الزمن وبعد كده تحويله الى مسافة.
وقلنا قياس المسافة بيتم عن طريق حاجة اسمها قياس مدى الشفرة Ranging Code Differential، أو النوع الثاني قياس فرق طول الموجة الحاملة Carrier Phase Differential. تمام، هما الاثنين نفس الفكرة تقريبا، قريبين جدا من بعض، وكل وحسب الريسيفر اللي معاك. يعني انت الريسيفر اللي بتنزل تشتغل بيه يا بيشتغل كده يا بيشتغل كده، انت مش انت اللي بتختار. فهنقول بس الفكرة العامة لكل واحدة فيهم. الفكرة بمنتهى البساطة، بص على الرسمة اللي تحت، انا جايبها لك من الكتاب برضو لان الناس كانت بتقول ان الرسمة مش واضحة في الكتاب شوية. بص على الرسمة اللي تحت، اللي بيحصل ايه يا باشمهندسين؟ اللي بيحصل ان الريسيفر بيبعت لنفسه إشارة أو بيبعت لنفسه شفرة. إزاي؟ يعني من جوه الريسيفر نفسه بيبعت من جواه لسنسور جوه الريسيفر برضه، بيبعت شفرة بشكل معين، اللي هي الرسمة اللي تحت اللي طالعة من الريسيفر قدامك في الصورة. الشفرة دايما بنديها indication أو بنديها شكل خطوط مكسرة كده، خلاص يبقى دي الشفرة الريسيفر عملها جواه وبعتها لنفسه ولقطها جواه في السنسور. بما إن الشفرة دي معمولة جوه الريسيفر، بالتالي مفيش زمن ان هي طلعت من الريسيفر لجوه الريسيفر، ما اتحركتش فين، ما اتحركتش في الفضاء. في نفس اللحظه القمر الصناعي بيبعت نفس الشفره من عنده لغايه الريسيفر، حتى تلاقي الرسمه اللي فوق الشفره اللي طالعه من القمر الصناعي لازم تكون بنفس الشكل الشفره اللي طالعه من الريسيفر. طيب الشفره دي طلعت من القمر الصناعي، مشيت في الفضاء ومشيت في طبقات الغلاف الجوي، وبعد كده مشيت في الجو، وبعد كده وصلت لفين؟ وصلت الريسيفر. يبقى خدت وقت عشان توصل من القمر الصناعي للريسيفر. بنحسب الوقت ده ازاي؟ بمنتهى البساطة الريسيفر بيشوف، بيختار أي حتة في الإشارة اللي عنده ويقارنها بنفس الحتة في الإشارة اللي جات له من القمر الصناعي، اللي هي الخطوط المنقطة اللي على الرسمة دي، ويحسب فرق الزمن ما بينهم. يعني يحسب الإشارة بتاعة القمر الصناعي اتأخرت قد إيه عن الإشارة اللي هو عملها عنده في جواه. الحتة دي بتبقى فرق الزمن، بعد كده فرق الزمن بيضربه في سرعة الموجة بيديله المسافة. طيب بس في مشكلة هنا، ايه هي المشكلة؟ المشكلة ان القمر الصناعي زي ما قلنا فيه ساعات ذرية بدقة 10 أسسها ل 13 ثانية. الريسيفر ده انت بتشتريه من محلات، مش انت يعني، المقاول او الشركة اللي انت شغال فيها بتشتريه من يعني مستخدم، ده قطاع المستخدمين. وبالتالي لو حطيت فيه ساعة ذرية، هيبقى ثمنه عالي جدا. فبنحط فيه ساعات عالية الدقة بس دقتها أقل من الساعات الموجودة في القمر الصناعي، فبيحصل عندنا حاجة اسمها خطأ في الزمن. علشان كده المعادلة بتاعتنا ما بنقولش بقى المسافة بتساوي سرعة الموجة في فرق الزمن بس، لا بنقول المسافة بتساوي سرعة الموجة أو سرعة الضوء في الزمن زائد خطأ الزمن زين زائد دلتا زين. خلي بالك الحتة دي من الأسئلة المهمة جدا، اللي يعني نسبة 90% بتتكرر في الامتحان أو هتلاقيها في الامتحان، انه يقول لك وضح طرق قياس المسافة بين القمر الصناعي والمستقبل بالرسم. وضح بالرسم، فهم الطريقتين عندنا، قياس مدى الشفرة والطريقة التانية هنقولها دلوقتي، بس وضح بالرسم. يعني ايه؟ انت المفروض ترسم لنا رسمة زي الرسمة اللي موجودة قدامك دي، توضح لنا بيها ان انت فاهم فكرة قياس مدى الشفرة. طبعا مش لازم ترسم ريسيفر وترسم قمر صناعي قمر صناعي، مجرد بس تدينا انديكيشن ان الريسيفر اعمله مربع مثلا، نكتب عليه ان ده الريسيفر، قمر اصطناعي مربع طالع منه مربعين تانيين اللي هي الالواح الشمسيه بتاعته. انما اللي انا هبص عليها وهديك الدرجه عليها هي ايه؟ ان الشفره اللي طالعه من المستقبل والشفره اللي طالعه من القمر الصناعي لازم يكونوا بنفس الشكل بالظبط. الحاجه التانيه ان الخطين المنقطين اللي انت واخدهم وبتقول لي بحسب عندهم فرق الزمن، تكون واخدهم عند نفس المكان في كل شفره. بص على الرسمه كده هتفهم انا بقول لك ايه. باشمهندس احمد شعبان، نقطه فرق الزمن تاني يا دكتور. حاضر. احنا بنقول يا باشمهندس ان الريسيفر بيطلع شفره جواه، هو بيطلعها جواه يلقطها بسنسور جواه برضه، فالشفره دي اتولدت جوه الريسيفر واتلقطت جوه الريسيفر، ما مشيتش في الجو ولا مشيت في الفضاء، وبالتالي ما فقدتش زمن هنا. نفس الشفره بالظبط القمر الصناعي بيطلعها ويبعتها للريسيفر. طب الشفره اللي القمر الصناعي طلعها دي مشيت في الفضاء ومشيت في الغلاف الجوي ومشيت في الجو وبعد كده وصلت الريسيفر، فخدت وقت عشان توصل من القمر الصناعي الى الريسيفر. وبالتالي لو ما كانش فيه زمن كنت تلاقي الرسمتين دول انطبقوا على بعض بالظبط، الاشاره اللي جايه من القمر الصناعي، الشفره اللي جايه من القمر الصناعي والشفره اللي طالعه من الريسيفر كانوا بقى منطبقين على بعض بالظبط. انما لان الشفره اللي جايه من الريسيفر من القمر الصناعي اتاخرت على ما مشيت في الجو، وبالتالي
بتلاقيها متشفتة شوية كده. الشفت ده بنحسبه هو ده عبارة عن فرق الزمن. باشمهندس محمد سامي بيسأل سؤال محترم، بيقول هما ازاي بيعرفوا ان هما بعتوا الشفرة في نفس الوقت؟ انت لما بتقف في الموقع يا باشمهندس، اول خطوة في الموقع ان الريسيفر بيتصل بالقمر الصناعي. يعني انت بتستنى شوية في الاول حوالي 5 دقايق مع بداية تشغيل الجهاز، جهاز الجي بي اس، على ما يبتدي يعمل كونكشن مع الاقمار الصناعية. هنقول الكلام ده كمان شوية دلوقتي. مجرد انه عمل كونكشن مع القمر، مع القمر الصناعي، فبقى على اتصال متواصل بالقمر الصناعي. فمجرد ما القمر الصناعي يبتدي يبعت الشفرة، الريسيفر بيبعت الشفرة لنفسه في نفس اللحظة بالظبط. خلاص، هي اسمها سينكرونيشن ميثود. سؤال كويس طبعا، بس احنا يعني هنكمل دلوقتي، هنقول لك برضو ايه اللي بيحصل. خلاص، وضحت كده يا باشمهندس؟ يعني في الموقع الجهاز الريسيفر بيتصل بالقمر الصناعي، بيفضل على اتصال متواصل مع بعض طول ما انت شغال. اذا فصل منك الاتصال ده لازم تعيد الشغل من الاول تاني. طيب، دي طريقة قياس مدى الشفرة أو الرينجينج كود ديفرنشال. الطريقة التانية شبهها بالظبط أو قريبة منها جدا، اللي هي الكارير فيز ديفرنشال. نفس الكلام، بس بدل ما الجهاز بيستخدم الشفرة، احنا قلنا القمر الصناعي بيبعت موجة بتحمل عليها شفرة. احنا الطريقة اللي فاتت استخدمنا الشفرة، المرة دي هنستخدم الموجة. فنفس الفكرة بالظبط، الريسيفر بيبعت موجة من جواه ويلقطها جواه بسنسور. فبالتالي هنا ما خسرتش زمن، لأن هي مشيت جوه الريسيفر بسرعة الضوء، يعني ما فيش فقدان في الزمن خالص. في نفس اللحظة القمر الصناعي بيبعت الموجة من عنده لغاية الريسيفر، نفس الموجة بالظبط. حتى تلاقي في الرسمة جايبينها من الكتاب برضو، إن الموجتين زي بعض بالظبط. فبيبعت نفس الموجة من عنده لغاية الريسيفر. الموجة دي بقى برضو بتمشي في الغلاف الجوي، بتفقد طبعا زمن وبتفقد طاقة لحد ما بتوصل لغاية السنسور. لو ما كانش فيه زمن، يعني تخيل كده ان القمر الصناعي ده محطوط على الارض قدام السنسور بالظبط، كانت الموجة هتطلع من القمر الصناعي للسنسور توصل في نفس اللحظة، كنت هتلاقي الموجتين دول انطبقوا على بعض بالظبط. انما لان القمر الصناعي الموجة اللي جاية من عنده بتتأخر شوية على ما توصل، فبيحصل الشيفت اللي واضح قدامك في الرسمة ده. الريسيفر بعد كده بيختار اي حتة في الموجة ويقارنها بنفس الحتة في الموجة اللي جاية من القمر الصناعي، ويحسب حاجة اسمها، بيحسب طبعا الزمن الأول، وبعد كده بيحول الزمن إلى حاجة اسمها فرق الطور. إيه هو فرق الطور؟ فرق الطور باختصار اللي هو الشيفت اللي موجود ما بين الموجتين ده. الشيفت يعني موجتين مش منطبقين على بعض. لو موجتين منطبقين على بعض بالظبط، يبقى مفيش فرق طور. الشيفت اللي موجود ده هو ده اسمه فرق الطور. بعد كده بيحسب المسافة بتساوي فرق الطور اللي هو حسبه، زائد عدد الموجات الكاملة في الطول الموجي بتاع الموجة اللي القمر الصناعي بعتها. طبعا انت كمهندس او كمستخدم للجهاز، طبعا انت بتحسبش حاجة من الحاجات دي. الحاجات دي الريسيفر بيحسبها لوحده، ومع التواصل بالقمر الصناعي انت مالكش دور فيها خالص. احنا بس بنشرحها عشان تبقى عارف فكرة عمل الجهاز، وعشان تبقى عارف ان انت لما تنزل تشتغل بالجهاز في الموقع لازم تسيبه حوالي 5 دقايق في الأول على ما يشتغل ويحمل ويتصل بالأقمار الصناعية. تاني حاجة، إن أنت كمان لازم تسيب الجهاز فوق النقطة من نص ساعة ل 45 دقيقة، أو ممكن كمان لساعة، عشان يديلك إحداثيات بدقة عالية. هنتكلم طبعا عن الكلام ده تاني في الجزء بتاع حساب الإحداثيات. طيب، في مشكلة لغاية دلوقتي؟ حد عنده مشكلة أو حد عنده سؤال؟ طبعا السؤال المعروف دايما في الحته ديت هنتسأل فيها ازاي في الامتحان مثلا. طبعا هتلاقي عندك في الشيت في اخر الكتاب في اسئله نظري، بتجيلك اسئله مشابهه ليها. انما يعني اهم، انا بركز في المحاضره على الحاجات المهمه. هتلاقي الكتاب فيه حاجات نظريه زياده عن كده، ما تهمنيش قوي. انا مهم عندي الكلام اللي انا بقوله في المحاضره. فممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه هي نظريه عمل جهاز الجي بي اس؟ ده طبعا سؤال معروف. حاجه تانية، ايه هي طرق قياس المسافة بين القمر الصناعي المستقبل مع التوضيح بالرسم؟ هتعمل نفس الكلام اللي قلته باختصار زي ما انا كاتب كده. يعني شوف، انا بكتب باختصار، لو جينا نقرا الكلام، القمر الصناعي بيرسل موجة للمستقبل. الموجة دي المستقبل هي L1 او L2. المستقبل بيعمل اصدار نفس الموجة في نفس اللحظة، بيقارن الموجتين ببعض، بيحسب فرق الطور، وبسيب الجهاز لمدة نص ساعة علشان احسب فرق الطور بدقة واحسب عدد الموجات الكاملة بدقة. ولما تبص على الرسمة، لما تيجي تبص على الرسمة، لأن أنا طبعا الدرجة أغلبها بيتحط على الرسم، لما يقول لو السؤال جالك قال لك وضح بالرسم، فأعرف دايما إن الدرجة بتتحط أغلبها على الرسم. هبص على إيه هنا في الرسمة اللي أنت عاملها؟
مش هبص على ان الريسيفر اللي انت رسمه شكله حلو او وحش، او القمر الصناعي شكله حلو او وحش، لان هبص على ايه؟ هبص ان الموجتين اللي انت راسمهم شبه بعض، وان انت واخد فرق الطول ما بين نقطتين متشابهين في كل موجه، زي بالظبط ما عملنا في السلايد اللي فاتت في الطريقه اللي فاتت. طبعا مش لازم بقى ترسم لي الموجه في الامتحان بالفرنش كيرف والكلام ده، لا ارسمها بايدك بس، يعني خليهم تقريبا نفس الشكل. والشفره طبعا بالمسطره. طيب عرفنا كده نظرية عمل الجي بي اس، وعرفنا ازاي بيقيس المسافة بين الجهاز وبين النقطة. يجي بقى حاجة اسمها نظرية التقاطع العكسي، اللي هو مش بس سؤال أكيد في الامتحان، إنما سؤال أكيد هتتسأله لما إن شاء الله تتخرج وتيجي تسافر، يتعمل لك انترفيو، هيسألك تعرف حاجة عن الجي بي اس؟ هتقول له هتعرف اه، هيقول لك طبعا ايه هو نظرية التقاطع العكسي، او ازاي جهاز الجي بي اس بيحسب الأحداثيات، محتاج كم قمر عشان تحسب الأحداثيات. الأسئلة الفنية ديت من الأسئلة اللي أكيد هتتسألها. فخلينا نركز شوية في حتة التقاطع العكسي دي. إيه هي أصلا التقاطع العكسي؟ التقاطع العكسي ده طريقة مساحية معروفة بنستخدمها من زمان، إن إحنا إزاي نحسب أحداثيات نقطة مجهولة بمعلومية أحداثيات نقط معلومة. طيب إحنا قلنا إن أي نقطة ليها أحداثيات س وص وعين، صح؟ إكس وواي وزد. يبقى إحنا عندنا 3 أحداثيات مجهولة. لما بيبقى عندك 3 مجاهيل، يبقى انت عايز كام معادلة تحلهم مع بعض؟ عايز 3 معادلات تحلهم مع بعض. وبالتالي حد أدنى عشان أجيب X و Y و Z لأي نقطة، إن أنا يبقى معروف عندي 3 نقط معلومة الأحداثيات. طيب قال لك لأ، قال لك في الجي بي إس إحنا عايزين 4، لازم الجهاز بتاعك يبقى متصل بـ4 أقمار صناعية عشان يشتغل، أو عشان يجيب لك أحداثيات صح. طب ليه 4 أقمار صناعية؟ افتكر كده من شوية لما قلت لك إن إحنا لما بنقيس الزمن، القمر الصناعي بيقيس الزمن بساعة ذرية، والريسيفر اللي على الأرض بيقيس بساعة عادية، وبالتالي في فرق في الكفاءة هنا، أو في فرق في الدقة، بنسميه خطأ حساب الزمن أو دلتا زين. الدلتا زين دي مجهولة هي كمان، وبالتالي بقى عندك إكس وواي وزد، أو س وصاد وعين، ودلتا زين، 4 مجاهيل. طالما عندك 4 مجاهيل يبقى إحنا عايزين 4 معادلات على الأقل. معنى كده إن أنا لما بنزل بالجهاز في الموقع، أنصب الحامل بتاعي، أركب الروفر أو الأنتنة بتاعة الجهاز، وأشغل الريسيفر، وأوصل الأسلاك كلها ببعض، وتشغل الجهاز. أول ما بتشغل الجهاز بيحمل طبعا في الأول، وبعد كده بتلاقيه مطلع لك فوق أنا متصل بكام قمر صناعي. قمر صناعي 1، قمرين صناعيين 3، طول ما هو أقل من 4 ما اشتغلش، أفضل مستني. طب وصل 4 أقمار صناعية ما اشتغلش برضه، ليه؟ 4 أقمار صناعية هيدي لك الأحداثيات اللي أنت عايزها، بس إحنا بنستنى لما نوصل لـ7 أو 8 أقمار صناعية عشان نزود دقة الأحداثيات. إنما المينيمم طبعا 4 أقمار. لو أنت بقى الوقت مزنوق معاك، أو الوقت ضيق، أو كده، وصل معاك لـ4 أقمار صناعية، خلاص ابتدي اعمل ميجر، وهو بعد كده وهو شغال يبتدي يتصل بأقمار صناعية أكتر، ويبتدي يزود الدقة أكتر. خلاص يبقى دي النقطة بس اللي عايزين نقولها، إن أنت ما تنزلش وتشغل الجهاز وتقيس على طول، لازم تتأكد إنه اتصل على الأقل بـ4 أقمار صناعية، ويفضل إن هما يكونوا 7 أو 8 أقمار لزيادة الدقة. تاني حاجة، لما أكون بعمل ميجرنج لأحداثيات في نقطة، وأنا عايز الأحداثيات بتاعتي تكون بدقة عالية، لازم أسيب الجهاز واقف على النقطة دي مش أقل من نص ساعة. فعشان كده دايما في جهاز الجي بي إس لما نيجي نستخدمه في الموقع، بنحدد أول حاجة بنعملها في الموقع إن إحنا بنحدد النقط اللي عايزين نعمل لها رفع بالجي بي إس، وبعد كده ننصب الحامل، ننصب الجهاز، نشغله، نتأكد إنه اتصل بالأقمار الصناعية، نعمل ميجر ونسيبه شغال، ونبتدي نعمل حاجات تانية في الموقع. خلاص، يبقى الجي بي إس دايما من الحاجات اللي بنعملها في الأول، لأنه بياخد وقت على ما يدينا الأحداثيات الدقيقة بتاعتنا. طيب تعال نحول الكلام ده للمعادلات. دي برضو جايبها من الكتاب، علشان ممكن في الكتاب يبقى فيها لبس شوية، الصورة دي أوضح من الصورة، أو الرسمة دي أوضح من الرسمة اللي موجودة في الكتاب. لو عندنا نقطة ألف، دي النقطة مجهولة الأحداثيات اللي أنا عايز أجيب أحداثياتها، نزلت وقفت عندها بالجهاز زي ما أنت شايف كده، استنيت لما الجهاز اتصل بـ4 أقمار صناعية، ب وج ود و، هنسميهم نقطة ب وج ود و. طبعا الـ4 أقمار صناعية دول زي ما قلنا ماشيين في مدارات معروفة، وفي كل لحظة مكانهم معروف، وبالتالي أحداثياتهم بالنسبة للأرض معروفة وبدقة عالية جدا. فبعتبر نقطة ب وج ود و اللي هي الأقمار الصناعية
هي النقط معلومة الإحداثيات بتاعتي. طيب فيه واحد بقى اللي هي المسافة بين مثلا ما بين ألف والقمر الصناعي ب، بتساوي إيه زي ما قلنا من شوية؟ بتساوي سرعة الضوء س مضروبة في الزمن زائد خطأ الزمن اللي هو دلتا ز. الكلام ده بيساوي إيه في شغل بقى الرياضة القديم بتاعنا؟ الجذر التربيعي لفرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع زائد فرق العناد تربيع. يعني الجذر التربيعي للإحداث الس لنقطة ألف اللي أنا مش عارفه ناقص س ب اللي أنا عارفه بتاع القمر الصناعي، زائد جذر زائد تربيع ص أ اللي أنا معرفهاش مجهولة ناقص ص ب اللي هي معروفة بتاعة القمر الصناعي، عين أ أنا معرفهاش إنما عين ب أنا عارفها جايبها من القمر الصناعي الريسيفر جايبها لي. تمام، المعادلة الطويلة دي إيه اللي معروف فيها وإيه اللي مجهول فيها؟ س معروفة اللي هي سرعة الضوء، ز واحد الزمن معروف الريسيفر هيحسبه، فرق الزمن الريسيفر هيحسبه زي ما قلنا بالطريقتين اللي احنا شرحناهم من شوية، دلتا ز مجهولة، س أ مجهولة، ص أ مجهولة، وعين أ مجهولة. طب المعادلة التانية فيه اتنين نفس الكلام بالظبط بس بين أ و ج، من المسافة ما بين أ و ج، بتساوي برضه سرعة الضوء فرق الزمن زائد خطأ الزمن. الكلام ده بيساوي الجذر التربيعي لفرق السينات الصادات والعناد التربيع ما بين أ و ج. برضه المعادلة دي هتلاقي إن إحداثيات نقطة ج س ج وص ج وعين ج مع الزمن مع السين دول كلهم معروفين والمجهول هو س أ وص أ وعين أ. بالمثل المعادلة الثالثة بتاعت نقطة د، وبالمثل المعادلة الرابعة بتاعت نقطة ه. كده كونت 4 معادلات في 4 مجاهيل، طبقت 4 معادلات في 4 مجاهيل، الجهاز بيحلهم مع بعض وبيطلع إحداثيات نقطة أ س وص وعين. يعني أنت برضو حتى في دي كمان أنت برضو ما بتتدخلش، يعني الجهاز أو الريسيفر هو اللي بيقيس، الجهاز هو اللي بيقيس وبيحسب الاحداثات وبيديك احداثات نقطه الف. باشمهندس احمد شعبان بيقول في تطبيق معادلات الرست ليها تطبيق عندنا؟ طبعا يا باشمهندس، لان هو زي ما بنقول انت محتاج 4 معادلات في 4 مجاهيل، انما الجهاز بتاعك او الريسيفر بتاعك هيوصل نفسه مثلا ب7 او 8 اقمار وهيحل ال8 معادلات دولت عشان يجيب ال4 مجاهيل. تمام، فبيبتدي يعمل فعلا iterations او كذا محاوله لحد ما يوصل لادق احداثيات موجوده. الحاجة التانية، طب ليه طالما الجهاز هو أو الريسيفر هو بيحسب، يعني الكلام ده بيتم جوه الريسيفر، طب أنا ليه بدرسه أو ليه بعرفه؟ زي ما قلت لك أول حاجة، لأن دايما هتتسأل في أي انترفيو إيه التقاطع العكسي، سواء بقى شغل مساحة أرضية أو سواء شغل مساحة بالأقمار الصناعية جي بي إس. تاني حاجة بقى ودي مهمة جدا، الريسيفر هو شغال قدامك بيعرض لك على الشاشة عدد الأقمار وكمان توزيع الأقمار حوالين النقطة. بص كده على الرسم اللي أنا راسمها دي، الأقمار متوزعة حوالين النقطة، توزيع كويس ولا توزيع وحش؟ رأيكم إيه في التوزيع بتاع الأقمار حوالين النقطة؟ هل كلهم في ناحية واحدة ولا متوزعين تقريبا مغطيين دايرة حوالين النقطة؟ زي ما باشمهندس أحمد كمال بيقول ده توزيع كويس. فدي بقى نظرتك كمهندس، لأن الريسيفر هيكون حاطط لك توزيع الأقمار الصناعية عامل إزاي حوالين الجهاز، فانت اللي بتقرر هل اقيس بالتوزيع ده ولا استنى لما التوزيع يتحسن شويه والقمر الصناعي والريسيفر بتاعي يلقط تغطيه احسن من كده. لان ممكن جدا زي ما هنشوف المحاضره الجايه تلاقي في حظك في الوقت اللي انت بتقيس فيه ان الريسيفر في المكان اللي انت بتقيس فيه ده جايب مثلا 4 اقمار صناعيه كلهم ناحيه الشمال. تمام كده، دي مش نعتبرهاش تغطيه كويسه، فبالتالي دي ممكن تعمل لك شويه، تزود لك شويه في الخطا بتاع القياس بتاعك. فزي ما بيقول احنا بنشرح الكلام ده عشان تبقى فاهم الكونسبت او المبدا وتعرف تاخد القرار في الموقع، اعمل ميجر ولا استنى 5 دقائق 10 دقائق على ما التغطيه بتاعتي تتحسن. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها في الجزء ده، الناس دايما بتفترض انه بعد ما ساب الجهاز على النقطه نص ساعه او ساعه الا ربع وبعد كده الجهاز طلع له الاحداثيات، باشمهندس علاء، ايوه يا باشمهندس، الجهاز بيقول لك الريسيفر بيعمل حاجه من اتنين، لو هو قديم شويه بيقول لك بيوري لك توزيع الاقمار او بيقول لك ان الاقمار ديت قمر الصناعي ده كذا ويست، ده ويست برضو، ده ويست وده ويست او ايست، فانت بتبص توزيعهم عامل ازاي وبتقرر. الريسيفر الاحدث شويه بيعمل لك ريكومنديشن، يعني بيقول لك انا لقيت مثلا 4 اقمار بس خلي بالك التوزيع ده مش كويس او الكواليتي دي مش كويسه استنى شويه، دي الحديثه شويه بيقول لك كده. انما الاغلب الاجهزه اللي هتشوفها هو بيقول لك انا متصل بكذا قمر صناعي
وبيقول لك الديستريبيوشن بتاعهم عامل ازاي، فانت بتاخد القرار بناء على كده. الحاجه بس اللي عايز اقولها هنا كمان، ان الجهاز الجي بي اس يا جماعه بيجي معاه سوفت وير خاص بيه، بينزل على اللابتوب بتاعك او التابلت بتاعك، والجهاز بيتوصل بيه بعد ما بتخلص شغل في الموقع، الجهاز بيتوصل بيه اللابتوب او التابلت عن طريق البلوتوث او الواي فاي، او لو جهاز قديم يبقى بالميموري كارد او بسلك. نهايه شغلك في الموقع مش هو نهايه الاحداثيات، يعني مش هي دي الاحداثيات الدقيقه اللي احنا عايزينها، لا، انت بتاخد الاحداثيات اللي طالعه من جهاز الجي بي اس في الموقع، بيديك ملفين او ثلاثه اسمهم رو داتا، بتاخد الملفات دي تحطها على الكمبيوتر، تدخلها في السوفت وير اللي جاي مع الجهاز، طبعا كل جهاز دي السوفت وير الخاص بيه، بعد كده بتحط تصحيحات تانية هتجيبها من على النت زي ما هنقول دلوقتي، التصحيحات ديت مع الإحداثيات اللي طالعة من الجهاز بيبتدي يديلك الإحداثيات الصحيحة لنقطة ألف بالظبط. طيب الكلام اللي بعمله في المكتب ده بعمله إمتى؟ يعني قول إن أنا دلوقتي واقف في الموقع هو 2:00 ونزلت قست وخلصت قياسات بتاعتي وخدت الجهاز وروحت، ما ببتديش أعمل بروسيسنج للداتا إلا تاني يوم. ليه؟ هنقول دلوقتي في قطاع التحكم بتاع الجي بي اس ان في تصحيحات الاقمار الصناعيه بتعملها للمسارات بتاعتها، المسارات دي بيتعمل لها ابديت كل 24 ساعه، فدايما يفضل ان انت تستنى 24 ساعه قبل ما تبتدي تعمل بروسيسنج للداتا على الكمبيوتر بتاعك عشان تطلع الاحداثيات الدقيقه. طبعا انا بتكلم على الشغل المثالي، لو انت عايز نقطه الف دي بدقه سنتيمتر، يعني عايز دقه عاليه جدا. طبعا بقى حسب بقى الدقة اللي انت عايزها بعد كده، ممكن تقول لا انا ما عنديش وقت، انا مش هستنى تصحيحات الاقمار الصناعية ديت، مش عايز دقة عالية قوي للدرجة دي، ممكن تعمل بروسيسنج بعد ما بتخلص على طول. طيب انتهينا كده من تركيب جهاز جي بي اس، نظرية العمل بتاعته ازاي بيقيس المسافة بين نقطة والقمر الصناعي بالطريقتين مختلفتين، وازاي فكرة نظرية التقاطع العكسي، وازاي الريسيفر بيقدر يحسب احداثيات النقطه اللي هو واقف عليها بمعلوميه احداثيات الاقمار الصناعيه اللي حواليه. دلوقتي هنتكلم شويه عن مكونات بقى نظام الجي بي اس نفسه. فنظام الجي بي اس بيتكون من 3 قطاعات رئيسيه، حاجه اسمها قطاع الفضاء وقطاع التحكم وقطاع المستقبلات. احنا نعتبر اتكلمنا عن قطاع الفضاء وقطاع المستقبلات، هنعدي عليهم تاني بسرعه. الجديد شويه هو قطاع التحكم ده. قطاع الفضاء زي ما قلنا هو عباره عن الجي بي اس، عباره عن 24 باشمهندس احمد اشرف بس بيسال سؤال اسمها هي اسمها تقاطع عكسي دي. بص هنرجع تاني للشريحه دي. هي اسمها تقاطع عكسي يا باشمهندس، هي جايه منين؟ لو افترض كده ان انت رسمت حوالين القمر الصناعي بيه ده، رسمت دايره تمام، وجيم رسمت دايره، ودال رسمت دايره، وهي رسمت دايره، الاربع دوائر دولت هيتقاطعوا في نقطة واحدة اللي هي نقطة ألف، هي عشان كده اسمها تقاطع. طب اسمها تقاطع عكسي ليه؟ عكسي لأن أنا دايما في شغل المساحة، الشغل المعروف إن أنا ببقى واقف في نقطة معلومة الأحداثيات أحسب منها نقطة مجهولة الأحداثيات، زي شغل التوتال ستيشن كده، أنا واقف في نقطة معلومة، نقطة ألف مثلا معلومة، عايز أحسب نقطة ب اللي هي مجهولة، ده الشغل العادي بتاعنا. هنا في الجي بي إس أو في التقاطع العكسي لا، أنا بعمل العكس، ده أنا الأحداثيات المعروفة هي النقط اللي أنا مش محتلها، والنقطة اللي أنا واقف عليها اللي هي نقطة ألف هي اللي مجهولة، فعشان كده بسميها إيه؟ بسميها عكسي، ده هي تقاطع، لأن أنا بجيب نقطة ألف من تقاطع المسافات اللي جاية من تلات أو أربع نقط مختلفين، واسمها عكسي لأن أنا بالعكس ألف هي اللي مجهولة، النقطة المحتلة هي اللي مجهولة، والنقطة التانية هي اللي معلومة. طبعا في الشغل الفضائي جي بي إس، في الجي بي إس يعني بنحتاج 4 نقط عشان نعمل التقاطع العكسي بسبب خطأ الزمن. طب في شغل المساحة الأرضية، لو عندك 3 نقط على الأرض، عندك 3 نقط على الأرض أحداثياتهم معروفة، وأنت واقف على نقطة أحداثياتها مجهولة، كفاية قوي 3 نقط تقدر تعمل بيهم تقاطع عكسي. باشمهندس أحمد شعبان، لا التصحيح مش بيستمر 24 ساعة يا باشمهندس، أنت بتاخد الداتا من الجهاز وتنزلها، بتاخد الداتا من الجي بي إس وتنزلها على الكمبيوتر، انت ما بتبداش التصحيح الا بعد 24 ساعه، والتصحيح ما بياخدش 10 دقائق، 10 دقائق ربع ساعه بكتير، هي شويه خطوات بتعملها حسب الجهاز بتاعك وبينتهي الموضوع. فالتصحيح نفسه ما بياخدش 24 ساعه، لا انت بتبدا فيه بعد 24 ساعه عشان يديك اعلى دقه ممكنه. طيب لو بدات قبل 24 ساعه، يعني لو خدت الحاجه من الموقع روحت واشتغلت على طول، هيديك دقه مقبوله، والدقه هنا هتبقى حسب انت كنت متصل بكام قمر صناعي. يعني افرض انت اشتغلت يا باشمهندس على 4 اقمار صناعيه بس،
اتضح بعد كده ان للاسف واحد فيهم كان طالع بره مساره. كده هيفرق معاك جامد جدا في الدقه، لان الاربع اعمار دولت بس هم اللي حاسبين النقطه، ده المينيمم بتاعك. واحد فيهم كان طالع بره مساره زي ما نقول في قطاع التحكم دلوقتي، واحد كان طالع بره مساره شويه هيعمل لك مشكله جامده. طب افرض انت كنت شغال على 8 اقمار او على 10 اقمار في نفس الوقت، واحد فيهم كان بره مساره، دي مش هتأثر قوي. ليه؟ لان انت بقيه الاقمار كانوا ماشيين كويس، وانت عندك ارصاد زايده زي ما زميلك قال قبل كده. فالارصاد الزايده دي الايرور هنا بايه بيروح ما بين في وسط الارصاد الزايده دي. بس طبعا يعني مستحب ان دايما الجي بي اس احنا بنستنى 24 ساعه على ما نشتغل في الاحداثيات بتاعته. طب تعالوا نتكلم عن قطاع الفضاء بسرعه كده. هو يا باشمهندس، السوفت بتدخل عليه الداتا بعد 24 ساعه. هو هي الفكره بتتم ازاي؟ هو للاسف احنا يعني ما عندناش جهاز جي بي اس شغال بسوفت وير شغال عشان اوري لك بيتم الكلام ده ازاي. الفكره يا باشمهندس ان انت بتدخل على السوفت وير بتاع الجي بي اس، بتدخل له تعمل امبورت للملفات الرو داتا اللي الجهاز الجي بي اس طلعها لك، تدخلها عليه. هو بيطلب منك حاجات، يعني هو يطلب منك يقول لك الاتموسفير كان عامل ازاي في الوقت ده، هيطلب منك ملفات القمر الصناعي نفسها وملفات تصحيحات القمر الصناعي. الحاجات دي انت بتجيبها من على النت من قطاع التحكم زي ما هنقول دلوقتي. فالملفات بقى بتاعت التصحيحات القمر الصناعي دي بيتعمل لها ابديت كل 24 ساعه، فعشان كده احنا بنستنى 24 ساعه عشان نتاكد ان الملفات اللي انا هنزلها من على النت عشان اعمل تصحيح مسارات القمر وتصحيح الغلاف الجوي اتعمل لها ابديت اوريدي عشان تصلح لي النقطه بتاعتي. لو انت حظك حلو وما كانش في مشاكل وانت بتقيس وما استنيتش 24 ساعه واشتغلت عادي وكنت قايس باقمار كتير ما حصلش حاجه، مش هيحصل حاجه. انما المشكله بتحصل لو انت كنت شغال على اقمار قليل وواحد فيهم كان بره مساره، وانت ما استنيتش على ما قطاع التحكم طلع التصحيح بتاع المسار ده، فاللي بيعمل عندك مشكله شويه في الاحداثيات. وطبعا يا باشمهندس زي ما هنتكلم دلوقتي على انواع المستقبلات كمان شويه، بس خلينا نقولها دلوقتي. ده بيتوقف تماما على الدقه اللي انت شغال بيها. يعني لو انا باخد مثلا نقط جي بي اس عشان بعمل مدينه جديده مثلا، او بعمل موقع عباره عن 5 6 7 عمارات مع بعض، هنا الغلطه في نقطه الجي بي اس هتكلفني كتير. فبالتالي ما فيهاش مشكله لما استنى 24 ساعه واتاكد ان كل التصحيحات اتعملت وكل الملفات اتعمل لها ابديت عشان ابتدي اعمل بروسيسنج للنقطه. يا باشمهندس، هي بالظبط دي الفكره اللي انت بتعملها. انت بتستنى لما قطاع التحكم يطلع لك البيانات المحدثه لمسارات القمر، ولو حصل اي اخطاء بيقول لك خلي بالك خلي بالك يا باشمهندس، انت كنت قايس امبارح مثلا الوقت امبارح من كذا لكذا كان القمر الصناعي ده بره مسار بكذا زاويه او بكذا درجه، وبالتالي الاحداثيات اللي انت طلعتها من القمر الصناعي لازم تتصلح بالملف ده. وهيديك الملف، بتنزل انت الملف تدخله جوه السوفت وير بتاع الجي بي اس، هو بيعمل كل حاجه، انت ما بتعملش حاجه، هو بيصلح الدنيا لوحده. فهي دي بس فكره الانتظار بتاعتك. انما الاحداثيات اللي طالعه من الجي بي اس بتبقى احداثيات دقيقه نسبيا، بنستنى بس لما نشوف هل حصلت مشكله مثلا اثناء القياس في الاقمار الصناعيه نفسها، بقى حاجه خارج ارادتنا احنا، قطاع التحكم بيصلح لك المشكله دي. طبعا خلي بالك، انت عندك مثلا جي بي اس في الموبايل، طبعا الجي بي اس في الموبايل ما مهتمش بالكلام ده، يعني ما فيش مشكله لما انت مثلا تفتح جوجل مابس تمام، وانت واقف مثلا في شارع البحر تفتح جوجل مابس وعايز تروح مكان معين، عايز تروح كليه هندسه مثلا، هتلاقي ايه لما اول ما بتشغل ال كده في الحته اللي انت واقف فيها، هو هنا متصل مثلا لسه ما اتصلش بعدد كفايه من الاقمار الصناعيه، فالدقه بتاعته قليله. كل ما دقته تبقى اعلى ويتصل باقمار صناعيه اكتر، كل ما هتلاقي الدائره الزرقاء بدات او فضلت ايه فضلت تصغر. فافرض ان انت واقف مثلا في واقف في شارع البحر مثلا، واقف قدام باب المحافظه بالظبط، لما تفتح جوجل مابس مش لازم يجيبك ان انت واقف قدام باب المحافظه بالظبط، الجي بي اس اللي في الموبايل ده ممكن يجيبك واقف على الرصيف بره شويه، واقف في نص الشارع، واقف على اليمين شويه، على الشمال شويه، ما هيش هتفرق قوي. الدقه دي مش محتاجينها في الهاند هيلد جي بي اس او في الجي بي اس الصغير اللي على الموبايل. انما في التطبيقات المساحيه طبعا او التطبيقات العسكريه، لا طبعا احنا محتاجين دقه توصل ل سنتيمتر مثلا. فبالتالي عشان كده بنهتم قوي بالدقه بتاعتنا. طيب قطاع الفضاء باختصار، الكلام ده طبعا موجود في الكتاب بالتفصيل، ليه باب كامل
بس المشكلة إن هو كله كلام نظري داخل في بعضه. فعايزك لما أسألك مثلا في الامتحان إيه هي مكونات نظام الجي بي إس، هتجاوب باختصار زي ما أنا بجاوب كده، زي ما أنا عامل لك على السلايد كده. هو قطاع فضاء وقطاع تحكم وقطاع مستقبلات، ومش محتاج تحفظ قوي على فكرة، يعني لو فهمت الكلام المكتوب أنت ممكن تصيغه بتفكيرك أنت. قطاع الفضاء عندنا 24 قمر، مداراتهم تقريبا على ارتفاع 20200 كيلومتر، هم 6 مدارات، كل مدار فيه 4 أقمار. تمام، الأقمار دي متوزعة أو المدارات متصممة بحيث إن في كل لحظة كل مكان على الأرض يبقى متغطي على الأقل ب4 أقمار صناعية. القمر الصناعي عمره 7 سنين ونص، بعد ما عمره بينتهي بقطاع التحكم بيسيبه يطير في الفضاء، يروح بقى مكان ما يروح، وبيبعت مكانه قمر صناعي تاني ياخد مكانه على المدار ويكمل الشغل بتاعه. زي ما قلنا ان هو بيحتوي على 4 ساعات ذرية بعالية الدقة ب10^13 ثانية. السؤال طبعا ايه قمر صناعي بيشتغل ازاي؟ اي قمر صناعي هتلاقي ان هو عبارة عن جسم صغير كده وطالع ليه جناحين كبار مليانين خلايا شمسية، فهو بياخد الطاقة بتاعته وهو في الفضاء، فبياخد الطاقة بتاعته من الشمس ويشتغل بيها. طب هو بيلف حوالين الأرض، بيعدي في ظل الأرض، يعني الأرض بتبقى حاجبة الشمس، فبالتالي بيبقى فيه 3 بطاريات تانيين بيخزنوا الطاقة وهو مواجه للشمس وبيشتغل بيها وهو بيمر في ظل الأرض. اتكلمنا عن البيانات اللي بيرسلها القمر الصناعي من شوية، قلنا إن أي قمر جي بي إس بيبعت موجتين، موجة L1 وL2، كل واحدة فيهم ليها طول موجي وتردد محدد مش مطلوب منك تحفظه. بيحمل عليهم الشفرات اللي عليهم الداتا اللي هو عايزها، اللي هي السي اي كود والبي كود. السي اي كود دي الشفرة اللي بتستخدم في تطبيقات المساحية المدنية، والبي كود اللي هي بريسيجن او بريسايز كود دي اللي بتستخدم في التطبيقات العسكرية، وطبعا غير متاحة الى للاستخدام المدني. اضافة للموجات والشفرات بيبعت كمان رسالة بيانات. رسالة البيانات دي بتقول ايه؟ بتقول مكانه فين، احداثية القمر الصناعي فين، هو ماشي فين في المدار، طبقات الغلاف الجوي عاملة ازاي، حالة القمر الصناعي نفسها ايه، في ايرور في القمر الصناعي، في هل في مثلا مشكلة في البطارية، هل في أي مشكلة في القمر الصناعي، بيبعت ريبورت عن نفسه، هل في مشكلة في الساعة بتاعته، والتقويم الفلكي يعني القمر الصناعي ده بقاله قد إيه في المدار بتاعه. باشمهندس، هما ليه بيستفيدوا إن هما يفتحوا الأقمار دي؟ طبعا بص يا باشمهندس، هو هما طبعا بيكسبوا من إيه؟ بيكسبوا إن الدقة اللي هما بيدوها لك كمستخدم، هم يقدروا يوفروا لك دقة أعلى من كده لو أنت دفعت فلوس، يعني لو دفعت فلوس تقدر تاخد دقة أعلى من كده من الجي بي. فهو بيدي لك مجانية بتستخدمها، وبعد كده بيدي لك لو أنت عايز دقة أعلى، عايز تجيب بقى دوال ويف لينس. طبعا احنا بنقول ان الريسيفر العادي بتاعنا اللي هو بيقيس السي اي كود ده بيشتغل على فريكوينسي واحد او موجة واحدة L1، بيوفروا لك بقى ان انت لو عايز تشتغل على L1 وL2 تدفع فلوس اكتر وتجيب جودة اكتر. الحاجة التانية يا باشمهندس عشان تبقى عارف، ان النظام سواء نظام الجي بي اس او نظام الجي ان اس اس او نظام جلوناس، دي اصلا في الاصل هي انظمة عسكرية. يعني امريكا لما عملت ال 24 قمر دولت وطلعتهم بتوع الجي بي اس، كان الغرض ان هي تبقى يعني بصفة عامة كشف الارض كلها او كشف الاحداثيات كلها للاستخدام في التطبيقات العسكرية فقط. انما بعد كده لما اتعمل عليهم ضغوط من الجهات المدنيه والجهات الهندسيه، احنا عايزين نستفيد من النظام ده، عايزين نستفيد من الشغل ده، سمحوا ان انت تستخدم شفره السي اي كود اللي هي دقتها اقل من البي كود، ودي بقت مسموحه للاستخدام لكل الناس. فهم كده كده مش مهندس محتاجين نظام الجي بي اس ده للتطبيقات العسكريه بتاعتهم، وبيوفروا لك الخدمه دي بسبب بس الضغوط اللي اتعملت. الكلام ده من سنين طبعا، الضغوط اللي اتعملت في استخدام النظام ده. نفس الكلام نظام جلونس، نفس الكلام نظام الجي ان اس اس. يعني مثلا افرض لا قدر الله حصلت مثلا حرب ما بين امريكا وروسيا، طبعا امريكا هتمنع روسيا من استخدام نظام الجي بي اس، فلازم روسيا كتامين عسكري ليها يبقى ليها النظام الملاحي بتاعها باقمارها الصناعيه الخاصه بيها اللي هو نظام جلونس. وبما ان الاقمار الصناعيه كده كده في الجو وكده كده بيتصرف عليها، فمفيش مشكله ان هي تتوفر ان هي تستخدم كمان في القطاع المدني. خلاص، قطاع الفضاء قطاع مفهوش حاجة. القطاع اللي بعديه بقى اللي مهم قوي بالنسبة لنا قطاع التحكم. خلي بالك احنا قلنا ان القمر الصناعي ده او القمر الصناعية 24 قمر، 4 أقمار في كل مدار بدقة عالية جدا جدا، لان هما لو فيهم ايرور
الاحداثيات بتاعتهم او اماكنهم مش مظبوطه، هيبوظوا كل النقط اللي بتتقاس بيهم. فعشان كده عاملين قطاع تحكم هي عباره عن محطات ارضيه موجوده في اماكن محدده بدقه عاليه على الارض، موزعه على سطح الارض. هتلاقي فيه خريطه كده في الكتاب، مش حفظ طبعا بس ببص عليها عشان تشوف التوزيع معمول ازاي. دي اسمها 5 محطات رئيسيه، والمحطه الرئيسيه بتاعتهم موجوده في كولورادو في امريكا. زي ما قلنا ان القمر الصناعي هو شغال بيبعت رساله بيانات او ريبورت، بيبعته لقطاع التحكم، بيبعته لمحطات التحكم دي. محطات التحكم بتقرا اوتوماتيك طبعا، الكمبيوتر بيقرا الريبورتس اللي جايه من كل قمر صناعي، بيشيك لو في اي اخطاء او في اي تصحيحات وبيصلح، بيبعت القمر الصناعي التصحيحات وبيعدل مسار القمر الصناعي. قطاعات التحكم دي يا جماعه والمحطات دي بتتابع الاقمار الصناعيه في كل لحظه، يعني في كل لحظه تبقى متاكده ان القمر الصناعي ماشي في مساره. وبعدين اذا حصلت مشكله بتبتدي ان هي تحاول تصلح المشكله دي. يبقى دور قطاع التحكم ايه باختصار؟ بيتاكد ان القمر ماشي في مساره الصحيح بالدقه المحدده بتاعته. لو لقى ان في مشكله في المسار بيبتدي ان هو يحاول يصلح المشكله دي. بيتاكد ان الساعه الذريه اللي موجوده في القمر مطابقه للساعه الذريه اللي موجوده في المحطه، ان مفيش ايرور فيها، لان طبعا الساعه الذريه دي هتحسب الوقت، ولو الوقت اتحسب غلط المسافه هتتحسب غلط، وبالتالي احداثياتها هتتحسب غلط. زي ما القمر الصناعي بيجمع بيانات عن الغلاف الجوي، برضو قطاع التحكم بيجمع بيانات عن الغلاف والضغط الجوي ودرجات الحرارة. ليه؟ هنتكلم عن الكلام ده في المحاضرة بتاعة مصادر الأخطاء في قياس بالجي بي اس، وده موضوع كبير جدا، موضوع الغلاف الجوي ده. لكن باختصار إن السيجنال بتاعتك أو الإشارة أو الموجة اللي جاية من القمر الصناعي بتعدي في الغلاف الجوي. طب الغلاف الجوي ده فيه جزيئات وفيه غازات وفي بخار هواء، في الكلام ده كله بيعمل حاجة اسمها سكاترينج للموجة، يعني بيوزع الموجة أو بيقلل، بيضعف الموجة شوية، بيعمل فيها انكسار، ما بتبقاش ماشية في خط مستقيم. طب طالما الموجة مش ماشية في خط مستقيم، طب المسافة اللي أنا بحسبها دي بقى إيه؟ هل هي مسافة فعلا مستقيمة بالظبط تعبر عن مكان القمر، ولا المسافة ديت فيها انحناءات؟ الكلام ده كله اسمه تصحيح خطأ الغلاف الجوي في الجي بي اس، وده ناس بتعمل فيه ماجستيرات ودكتورات، احنا بس هنتكلم عنه باختصار ان شاء الله كمان محاضرة او محاضرتين. فعشان كده لازم جهاز الجي بي اس بيجي القمر الصناعي طبعا بيجيب بيانات عن الغلاف الجوي تحتيه اللي هتمشي فيه الموجة اللي هو هيبعتها، وفي نفس الوقت قطاعات التحكم او محطات التحكم دي برضو بتحاول ان هي تجيب بيانات برضو عن الغلاف الجوي. طبعا زي ما قلنا كل 24 ساعة هم بقى بيرصدوا كل الاخطاء اللي حصلت في القمر الصناعي اثناء مداره، لو حصل يعني، او لو في اي خطأ في الساعة. وبعد كده كل 24 ساعة بيعملوا ابديت للقمر الصناعي، وبيبعتوا كمان لقطاع المستخدمين، بيوفروا لهم ملفات على النت يقولوا لهم خلي بالك كان في شوية دايفرجن كده في القمر ده، في الوقت اللي انت بتقيس فيه كان في خطأ في الساعة، كان في مش عارف ايه، خد الملفات ديت دخلها عندك في السوفت وير بتاع الجي بي اس عشان يصلح لك الاحداثيات بتاعتك. خلاص، الملاحظة اللي بالأحمر دي ملاحظة مهمة طبعا، قلنا إن إحنا بنستنى recommendation، يعني إنت تستنى 24 ساعة قبل ما تعمل بروسيسنج على الكمبيوتر بتاعك للداتا اللي جت من جهاز الجي بي اس عشان تطمن إن قطاع التحكم طلع خلاص التصحيحات ووفرها على النت، وإن إنت نزلتها ودخلتها عندك في التطبيقات في السوفت وير بتاعك. باشمهندس عادل بيقول مصر عندها قمرين صناعيين. هي مصر للأسف، هي بالنسبة، كويس أنت ذكرت الموضوع ده، بالنسبة لقطاع التحكم هي مصر كان عندها أصلا قمر صناعي للبحث العلمي، وللأسف ضاع، يعني ضاع في الفضاء، يعني خرج عن مساره وقطاع التحكم ما خدش باله فطلع من المسار بتاعه وضاع من الفضاء. طبعا مجرد إن هو يطلع من المسار ويطلع من اتجاه الجاذبية الأرضية خلاص هيسرح بقى في الفضاء، مش هتعرف ترجعه تاني. فمصر عندها طبعا أقمار صناعية للبحث العلمي، هل نقدر نستخدمهم في حالة الحرب لا قدر الله؟ هي الأقمار دي يا باشمهندس هي للتطبيقات الاستخدام السلمي. يعني إيه الاستخدام السلمي؟ القمر الصناعي بيلف حوالين بيلف في مداره حوالين الأرض، ما هوش واقف في الجو، تمام؟ فعشان يصور مكان واحد، عشان يديلك صورة مثلا لمصر أو صورة لمكان لأفريقيا مثلا، مش في أي لحظة تطلب من القمر الصناعي صورة هيديها لك، لأ ده أنت لازم تستنى لما القمر الصناعي يلف اللفة بتاعته ويرجع للنقطة اللي أنت كنت عايز تشوفها.
وبالتالي لو عندك قمر واحد او قمرين حسب بقى هم ماشيين بسرعه ايه حوالين الارض، بيقدر ان هو يعدي على نفس المكان تقريبا كل 48 ساعه. فطبعا ديت مسافه يعني كمسافه زمنيه تعتبر مسافه زمنيه كبيره بالنسبه للتطبيق العسكري، عكس مثلا جهاز الجي بي اس ان انت زي ما بنقول هم مظبطين الدنيا بحيث ال 24 قمر دولت هيكونوا شايفين كل نقطه في الارض في كل لحظه، في اربعه منهم على الاقل هيكونوا شايفين كل نقطه من الارض في كل لحظه، فعشان كده ممكن يستخدم في التطبيقات العسكريه. انما في اقمار صناعيه كتير جدا زي ما احنا قلنا ان الارض حواليها حوالي 11000 قمر صناعي، مصر عندها منهم طبعا اقمار، اوروبا عندها، بريطانيا عندها، الاتحاد الاوروبي عنده، دي اسمها اقمار صناعيه للبحث العلمي، بتصور كل مكان في الارض كل 24 او 48 ساعه حسب يعني التصميم بتاع القمر الصناعي. وفي اقمار صناعيه خلي بالك ما بتصورش منطقه او على نفس المنطقه الا كل 15 يوم، يعني هو عدى على مصر دلوقتي صورها، بعد 15 يوم بيكون كمل لفته حوالين الارض ورجع لمصر تاني. بنستخدم بقى الكلام ده في يعني ممكن في اخر محاضره هنتكلم شويه عن الاستشعار عن بعد واستخدام الاقمار الصناعيه او استخدام مساحه الاقمار الصناعيه في التطبيقات البيئيه. بتستخدم بقى الاقمار الصناعيه ديت في ان هي تقيس فرق منسوب نهر النيل مثلا او فرق منسوب الانهار في خلال شهر، بحيث ان هو ياخد داتا كل كام يوم. ممكن مثلا ان هو يستخدم في البحث عن مياه جوفيه، ممكن هو يستخدم في متابعه المحاصيل الزراعيه في خلال مثلا 6 شهور، يدي لك كل شهر صورتين وانت بتقارنهم ببعض وتشوف المحاصيل الزراعيه دي بتنمو ازاي. بيتابع حرائق الغابات لو الناس